بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للسعادة قواعد، عليكم اتباعها لتكونوا سعداء وتنعموا بحياة سعيدة. أولا، أكثروا من الدعاء، وابدأوا دعاءكم وأختموه بالصلاة على محمد وآل محمد، فالله عز وجل يستحي أن يرد دعاء العبد إذا دعاه. والصلاة على محمد وآل محمد مقبولة، ويقبل الدعاء ما بينهما. ثانيا، تخلصوا من الحقد والكره والضغينة، فهي صفات تمتص الطاقات السلبية وتعود على حياتكم بالسلب وكثرة المشاكل. ثالثا، تصدقوا ولو بالقليل، فالصدقة تمنع غضب الله، ولا ينقص مال من صدقة، بل يضاعف الله أموالكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. والكلمة الطيبة صدقة، فلا تحرموا أنفسكم من كثرة الحسنات. رابعا، أحسنوا الظن بالله، فهو عز شأنه يقول: أنا عند ظني عبدي بي، وتفاءلوا بالخير تجدوه. خامسا، عيشوا في بساطة مهما على شأنكم، فالتواضع من الشيم المحببة. واسعوا إلى عمل الخير، وساعدوا من يحتاج المساعدة، فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. سادسا، افتعلوا السعادة حتى تتحقق لكم، فالإنسان يجذب ما يفكر فيه. ركزوا على التفكير فيما ترغبون، وبذلك تجذبونه لحياتكم. سابعا، لا تقطعوا دعاءكم لإخوتكم وأحبائكم بظهر الغيب. من أراد أن يحقق الله له دعاءه ومطلبه فليدعو بما يريد لأخيه، فمن يؤمن على دعائه ملك من السماء يقول له: ولك بالمثل. هذه قواعد بسيطة ولا تتطلب جهدا كبيرا، لكن لها تأثير كبير على حياتنا. والله أعلم، والله الموفق.